أسف بداية غير موفقة للحكومة. تعهدات حكومية أمام المجلس وأمام الشعب الكويتي كافة يتم التراجع عنها. بتكلم عن موضوع اليوم بيع الإجازات. يعني للأسف بعد مماطلة شهر ونص من آخر جلسة تعهدت الحكومة بفتح سقف بيع الإجازات بدون تحديد أيام، عدة اجتماعات بلجة الميزانيات، حكومة راحة حكومة رادة، وزير رايح وزير راد، اجتماع مجلس وزراء، لجان في مجلس الوزراء، بالأخير تعهدت الحكومة جلسة علنية ببيع الإجازات بدون سقف، يعني بدون تحديد أيام. شو اللي قاعد يصير اليوم؟ للأسف الحكومة قاعد تكيل 16 مكيال، مو مكيالين يعني.